وعد التفجير الذي ذكرته أي الصحافة الصحيفة نفسها، وعد التفجير الذي ذكرته استجابة فورية لخطبة عيسى قاسم لتحمله مسؤوليته. أي مختص في اللغة العربية يفهم شيئا من هذه المضامين من خطبة؟ أي طفل عربي في السنة الأولى الدراسية من الدراسة الابتدائية يمكن أن ينسب إلى الخطبة ما قالته الصحيفة؟ أهو الهذيان؟ أهو الهراء المحض؟ أم هو الافتراء البين والكذب الصراح والضرب بقيم الدين والعدل والصدق والأمانة عرض الحائط؟ لهو الأخير وليس الأول، فالقوم يفهمون وليس أنهم لا يفهمون. أما عن الحراك الشعبي فقد بدأ سياسيا ويبقى كذلك، وبدأ إصلاحيا ويبقى كذلك، وبدأ سلميا ويبقى كذلك، وبدأ وأداته الكلمة الموضوعية النزيهة القوية المعبرة وصرخة الحق المدوية والمسيرات الحضارية الحاشدة المنضبطة بلا أداة قتل أو إدماء أو إدماء وجرح، ويبقى كذلك مستغنيا حتى عن مثل الحجر إلى أن تتحقق أهدافه النبيلة ومطالبه العادلة كاملة. هذا رأيي. حراك راشد حكيم عادل سلمي مؤمن كل الإيمان بهدف الإصلاح الذي يراه فيه مصلحة الوطن كله وأمنه وتقدمه وخيره. حراك لم ينطلق الشعب فيه إلا من منطق الحق والعدل ومن دافع الضرورة العملية وعلى هدى من دينه ويقين من أمره، وبذلك فهو لا يعدل عنه ولا يخرج فيه عن رشده وحكمته، وكذلك لا يختار له طريق العنف والعدوان، ولا يعدل عن أسلوبه السلمي حتى إلى زجاجة أو حجر. في هذا رشد، وفيه حكمة، وفيه مصلحة، ووعي وانضباط واحتياط فيما يطلب فيه الاحتياط. وهنا سؤال لا بد أن يطرح نفسه: الحرمة المعتبرة للباس الجناه حيث يطالب الشرفاء من الرموز السياسيين في السجن بالالتزام به أشد قيمة وكرامة من قيمة وكرامة أولئك الشرفاء الذين يمثلون صوت الشعب وضمير الشعب فيما طالبوا به من حريته وكرامته وحقوقه السياسية، من مثل الأستاذ عبد الوهاب حسين وسماحة الشيخ محمد حبيب المقداد والأستاذ حسن مشيمع والأستاذ الدكتور عبد الجليل السنقيس، حتى تهمل صحتهم ويسوف في علاجهم وأمر دوائهم ويمنعوا من ملاقاة أهلهم لأنهم يعرفون من أنفسهم البراءة من الجريمة والمجرمين ويأبون أن يشهدوا على أنفسهم زورا بالجريمة.